تمام، شايفين الشاشة تبعتي؟ شايفين الشاشة تبعتي إيه يا لسه اسلام؟ يا دكتور؟ تقريبا الحين صحيح شايفين. اوكي طيب، احنا طبعا في عنا صفحة الكورس على الموديل، كلكم اعتقد انه انتم منضمين على الموديل. بعرفش انا العدد عندي في الموديل تقريبا 15 او اكثر من هيك، يعني بعرفش يعني انه هل في حدا متردد انه ضايل انه هو يسجل المساق او لا. طبعا في عندنا الكورس اوتلاين موجود حيو في هاي الصفحة، تمام. فطبعا المسمى الكورس هو Special Topics in IT، أو مواضيع خاصة في تكنولوجيا المعلومات طبعا لطلبة الماستر، رمز المساق ICTS 6361. طبعا بما انه مواضيع خاصة، الموضوع اللي بينطرح انه Natural Language Processing. الكورس هذا انطرح قبل هيك، تمام، وكان بمواضيع انه مختلفة شوية. الفصل هذا فيه مواضيع انه يعني مواضيع يعني مركزة اكثر على الديب ليرنينج. يعني في الفصل الماضي انه اخذنا وقطعنا الشوط شوية مع الكلاسيكال، لكن انه الفصل هذا ما فيش كلاسيكال وبندخل بشكل مباشر في المواضيع عنا. طبعا الكتاب في عنا اكثر من كتاب، طبعا الكتاب الاساسي هو Speech and Language Processing and Language Processing. وبالمناسبة الكتاب انت ممكن انه انت تجده على الجيت هاب، الجيت هاب فيه له رابط هنا، هيو هتلاقي في الكتاب والسلايدات، برضو كذلك الأكواد، لأنه إحنا هنشتغل بشكل عملي على بايثون نوت بوك، وحتكون إنه في عندي جزئية هنا في الريبو راح تكون للكود. أوكي، فالكتاب في عندي 3 كتب، اللي هو Neural Methods for Natural Language Processing، وفي عندي NLP Notes، أو يعني الكتاب هذا المسمى تبعه هو فعليا إنه نرجع هنا عند إحنا الكورس برضو، يعني في شوية adoption بين عدة مصادر. عندنا الكورس هذا من جامعة ستانفورد، اللي هو Natural Language Processing with Deep Learning، طبعا هذه وينتر 2020. ففي الكتب اللي موجودة اللي هو هذا الكتاب جاكوب Natural Language Processing، اسم الكتاب هو هذا الكتاب الثاني اللي هنا. اوكي، وفي الكتاب الثالث اللي هو Speech and Language Processing 3rd Edition، طبعا اخر تحديث له في شهر اكتوبر 2019. صفحة الكتاب اللي هو Speech and Language Processing هي من ضمن، حطيت لك اياه من ضمن المراجع، هي هذا، تمام. طبعا هذا اشهر كتاب في Natural Language Processing، والمؤلف تبعه مشهور جدا دان جيرافسكي وجيمس مارتن. كانت السكند اديشن كانت يعني تقريبا لها 10 سنوات، 2010، والان يعني عمالهم بيشتغلوا في الثيرد اديشن. طبعا اخر تحديث لها كان للاديشن هذه في شهر اكتوبر زي ما ذكرت لك في 2019، وممكن تحصل عليه من اللينك اللي هنا، وبرضه كذلك موجود في الريبو. وهي المواضيع chapters وهي السلايدز تبعتهم، فحيكون في عنا سلايدز من الكورس من جامعة ستانفورد، وسلايد تانية من هذا الكتاب. هدول المصدرين الأساسيين اللي احنا حنمشي عليهم في الكورس، انه انت عندك هاي البوكس والسلايدز هنا. والسبب في ذلك انه انا حطيتهم على الجيت هاب، انه انا ممكن اعملهم ابديت وبرجع بعملهم بوش او كوميت على الجيت هاب، بدون الحاجه ان انا ارجع اعملهم ابلود على الموديل او على السايت. خلاص بحفظها انه بنظام فيرجن. اوكي،
المواضيع اللي موجودة عندنا في المساق هيا رح ناخد إن شاء الله نبدأ في الانترودكشن ونشوف بشكل سريع، يعني ححاول في تقريبا 20 دقيقة أو 25 دقيقة إنه أعرج لكم على المواضيع اللي إحنا نحتاجها في البايثون في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. حركز شوية على الديكشنري تمام، وقبلها اكيد اليوم ان شاء الله حنبدا بالانترودكشن مع الناتشورال لانجويج بروسيسنج، يعني هيك بس انه شويه يعني شغله تعريفيه. بعديها حنبدا في الوورد فيكتورز والوورد امبيدنجز، ايش المفهوم تبعها وليش انه احنا بنحتاجها في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. حنبدا مباشره ما دام انه احنا بنركز هنا في الديب ليرنينج، حنبدا على النيورال نتوركس والنيورال لانجويج مودلز. النيورال نتوركس انه ايش المفهوم تبعها وكيف ممكن نستخدمها في نمذجة اللغة. كذلك حنتعرف على السيكونس بروسيسنج وذ ريكرنت نيورال نتورك. الريكرنت نيورال نتورك هو عبارة عن نوع خاص من النيورال نتورك، حنشوف كيف الاستراكشر تبعته تمام. وبعديها حناخد تاسك تقليدية معروفة من زمان اللي هي تكست كلاسيفيكيشن، لكن حنعملها بالنيورال نتورك او بالتنسر فلو تحديدا، وحتكون بطبيعه الحال على السنتمنت اناليسيس. وبعديها حنتطرق لموضوع الانكودر والديكودر والاتنشال والكونتكست كونتكستوال امبيدنج. هذه المواضيع كتير مهمه انه احنا ممكن نستخدمها في تطبيقات عديده زي الماشين ترانسليشن والسيكونس تو سيكونس اند اتنشن. هاي الشغلات انه الماشين ترانسليشن الترجمه الاليه، انه انا بيكون انا عندي تاسك، انه انا بيكون في عندي انه تاسك انه انا بدي اعمل ترجمه اوتوماتيك لتكست، فبالتالي بيكون الانبوت انا عندي تكست ب given language ب source language مثلا بالانجليزي، والهدف انه احنا نعمل الاوتبوت انه احنا بدنا نطلع الترجمه على شكل اوتبوت بالتارجت لانجويج اللي هي ممكن تكون فرنسي او الماني او وات ايفر. كذلك من ضمن المواضيع احنا حناخد الـ QA system او الـ questioning answering system. بعدها في عندي نوع تاني مختلف للـ neural network. احنا حكينا عن النوع الاول الـ recurrent، حناخد النوع التاني اللي هو الـ ConvNet او الـ convolutional neural network. كيف ممكن استخدمها للـ natural language processing لانه في لها بعض الاستخدامات الخاصة. وبعديها حنبدا ناخد يعني بعض البري تريند مودلز او المودلز الجاهزه، كيف ممكن استخدمها انه انا اركب مودلز على بعض بحيث انه انا يعني استخدمها في تاسك معينه او احسن الاداء. وحناخد على سبيل المثال لانه في مودلز كثيره، حناخد البيرت مودل. كذلك حنتطرق لموضوع التكست جنريشن، فبالتالي انه بدنا نعمل تأليف للنصوص، تأليف النصوص باختصار انه على سبيل المثال بدرب السيستم على مجموعة من التكست. ف يعني حسب الدومين تبع التكست ممكن يكون هذا الدومين انه اخبار، فبالتالي لما احكي له مثلا كيورد معينة بروح بألف لي خبر عن هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال بروح بحكي له انه على سبيل المثال انفجار، فبروح بحكي لي انه حدث انفجار في العاصمه كذا كذا كذا، بيألف لي خبر من عنده. ولو انا دربته على دومين مختلف زي مثلا قصص الاطفال، ومجرد انه انا اديته كيورد على سبيل المثال ليلى، فبروح بيألف لي قصه على ليلى انه في يوم من الايام كانت ليالي الشتاء الباردة وكل هاي الأمور، وإنه كان في كذا وكذا، وإنه أكيد يعني راح يجيب سيرة ليلى في الموضوع. فهذا topic interesting، وحناخد كيف إنه الـ concept تبعه إنه هي بس مجرد إنه أنا بدي أعمل arrangement للـ input والـ output بحيث إنه يكون بطريقة معينة عشان أدرب الموديل. بعدها حتطرق لموضوع الـ chatbots. الموضوع الـ chatbots مرتبط بالسيك to seek أو sequence to sequence تمام. وآخر موضوع إنه بدنا ناخد اللي هو الـ image captioning with visual attention. الـ image captioning إنه التاسك إنه أنا عندي الـ input عبارة عن صورة، والـ output إنه أنا بدي أعمل generate لتكست بوصف هاي الصورة. هدول تقريبا عددهم
حوالي 12 او 13 موضوع، واحنا عندنا تقريبا 16 اسبوع، لانه في عندي بعض المواضيع اللي هنا انه ممكن تاخذ لي يعني تاخذ وقت يعني اكثر من محاضرة. فبالتالي انه هذا الاوتلاين الموجود عندنا موزع على اسابيع، فعليا كل موضوع تقريبا ياخذ اسبوع، تمام؟ وهي الريسورسز اللي موجودة عندنا، يعني انه يعني هاي انت عندك التوبكس، وهي عندك الجيت هاب ريبوزيتوري، كل السلايدز هتلاقيها موجودة انه عندك بشكل جاهز، اذا انت بدك تجهز حالك وتتبع معانا في الكورس. هاي السلايدز كلها موجودة هنا، تمام؟ والاكواد راح يتم عمل بوش لإلها تباعا، اوكي. وبيضل عندنا موضوع الجريدنج. الجريدنج احنا التوزيع عندنا راح يكون في عندي، عفوا هنا في خطأ، فخليني اعدله مباشرة. التوزيع راح تكون انه في عندنا 40% على اعمال الفصل و60% على الاعمال النهائية، وهاي كيف مقسمة؟ مقسمة بالطريقة التالية، بس تفتح الصفحة. ويبدو انه كانت في فيرجن وانا مش عاملها سيف. اوكي. اوكي، مش خلاف. خليني التقسيمة هي انه احنا في عنا على الاساينمنتس في عندي 40%، وفي عندي الفاينل بروجكت. لا هيك، تمام، مظبوطة. عندي الاساينمنت انه 40%، تمام. راح يكون في عندي مشروع امتحان نهائي عليه 40 علامة، وفي أنا عندي final project عليه 20 علامة. فهي طريقة توزيع العلامات. ف يبدو إنه أنتم بدكم تناقشوا في الموضوع، فخليني إني أعمل بوست. طيب، زي ما ذكرت انه عندنا التوزيع انه راح يكون في عندنا مجموعة من الواجبات طوال الفصل عليها 40%، في عندنا امتحان نهائي عليه 40%، وفي عندنا بروجكت عليه 20%. البروجكت انه انت بدك تاخذ واحدة من ال NLP تاسك، تمام، ويعني تحاول انه انت تطبقه بشكل عملي، تمام. فبالتالي انت بدك انه يعني تحاول تجرب اكثر من تكنيك من التكنيكس اللي احنا تعلمناها في هذا الكورس، بحيث انه انت تطلع لي اكثر من نتائج، انه انا جربت والله طريقه كذا النتيجه طلعت هالقد، جربت طريقه كذا النتيجه طلعت هالقد، وانه يكون في كونكلوجن. والمطلوب تسليمه بايثون نوت بوك. الان انه انت تنشر ورقه في الموضوع، هذه شغله مش الزاميه عندك في هذا الكورس، ولكن إذا أنت طلعت عندك نتائج كتير كويسة وحابب إنه أنت تنشر، بالعكس هذه شغلة كتير كويسة، وإنه أنا بشجعك إنه أنت يعني إنه أنت تشتغل يعني بهاي الطريقة، بحيث إنه يعني إنه يكون في عندك شغلة إنه يعني deliverables، أو يعني أحد مخرجات هذا المساق إنه أنت تكون نشرت ورقة. فبالتالي انت ممكن تختار يعني بروجكت من هدول البروجكتس، هدول البروجكتس انا هعملهم ابديت. يعني على سبيل المثال انه انت ممكن تاخذ فيك نيوز، لو انت اخترت هاي الشغلة
في انا عندي داتا سيت، انا ممكن ان انا اعدل لك. روح لو رحت انت على الريبو عندي، تمام؟ في انا عندي بيكون مجموعة من الداتا سيت، بس اكتب كلمة فيك. ففي هاي الداتا سيت هذه، وفي فورك لإلها. فهاي الداتا سيت اللي انا جمعتها اصلا من اكتر من مصدر، أو لا أنا بعتقد إنه مش فيك اللي أنا جمعتها. أوكي تذكرت الآن، اللي جمعتها هي هيت سبيش، في هيت سبيش للأرابيك داتا سيت، تمام؟ فهاي بالضبط، في أنا عندي ثلاث مصادر، في عندي هاي الداتا سيت، وفي عندي هاي، وفي عندي هاي. ايوه انا في عندي ثلاث مصادر، هي كل واحد حاطط رابط لها. فانت يعني وانس انه انت اخترت انه انت مشروع معين، انا بقدر أنا اعمل لك جايد انه انت وين تشتغل وايش تعمل. طبعا هذه المشاريع مقترحه، حابب انت تجيب مشروع يعني من عندك انه اتس اوكي. يعني هاي المشروع الثاني اللي هو المتعلق بالهيت سبيش ديتكت، هيت سبيش ان تكست، building Arabic sentiment classifier using deep neural network. انه انت تبني neural machine translation system وتقارنه بالشيء الموجود عندك هنا، تمام؟ ففي كتير شغلة. في هنا toxic comment classification. toxic comment اللي هي الكومنت المسمومة، اللي بتحتوي على ألفاظ بذيئة، بتحتوي على ألفاظ مسمومة إن صح التعبير يعني. فبالتالي انه هذه عشان انت لها تطبيقات كثيره، انه في الكومنت مثلا انه هذه تحتوي على كلام بذيء، فبالتالي انه حيوديها للمودريتور عشان يتاكد. وفي هنا انه كورا انسنسير كويستشن. الكورا اكيد عارفين الويب سايت هذا تبع الكورا اللي انت بتسال فيه اسئله، والانسنسير كويستشن اللي هي الاسئله الغير صادقه ان صح التعبير. يعني بيكون على سبيل المثال بيسأل مثلا أسئلة فيها عنصرية، مثلا ليش الناس اللي لون بشرتهم كذا دائما أغبياء، ليش الناس اللي بيجوا من المنطقة الفلانية إنه كذا. فبالتالي هذه لازم نعملها ديتكشن، وإنه نوقفها هذه الأسئلة. في شغلات متعلقة بالديجيتال هيومانيتيز، فهذه كتير إنه أوبن لمشاريع كتيرة. الديجيتال هيومانيتيز هذا موضوع كتير مهم، حتى لو انت بدك تطبقه على الاسلاميك هيستوري. خليني اورجي لك اللينك هذا عشان انت تطلع، برضو هذا بيفتح لك افق عندك في الماستر في الثيسز يعني. وممكن انه انت يعني تشوف موضوع تشتغل عليه يعني في هذا الموضوع. فهاي على سبيل المثال هنا طبعا هنا بياخذ كل النصوص اللي موجوده يعني في المتعلقه بالكتب الدينيه انه كهيستوري، وبروح بدخلها انه بعملها تحليل في النص يعني كنصوص في صوره معينه. انا يعني ممكن انا اوريكم اللي اياها المره الجايه، انه بتحتوي على تحليل وبعمل فيجوالايز لهذا التحليل، يعني انه شغله انترستينج ممكن انه انا أفرجيكم إياها خلال الكورس. فهذا السايت ماكسيم رومانوف، هذا يعني شخص بعرفه من عدة سنوات، وهو بيشتغل على المجال هذا، واشتغل كتير شغلات يعني على هذا الشيء يعني. وكانت البي اتش دي تبعته أصلا في هذا الإطار، وعمل كتير شغل على هذا الموضوع يعني. فممكن انه يعني تطلع يعني الصفحة اللي احنا كنا فيها
cultural production، أعتقد إنه هاي إذا أنا مش غلطان. chronological distribution of authors، طبعا هنا المؤلفين، طبعا جمع كل الكتب، طبعا هذه إنه حسب الحقبة الزمنية، تمام. وهذه إنه قسم الفترات، إنه إريبيا، ساوث إريبيا، سيريا، سبين، إيجيبت. فعامل تحليلات كثيرة، هذا اللي أنا بدي أصل لك إياه، تمام. فهو إنه جايب كل النصوص وعامل تحليل للنصوص وعامل فيجوالايز للشغلات هذه كلها. هذا شغله كله في على الديجيتال هيومانيتي، فكتير انه انترستينج لو انت حابب تشتغل في هذا الاطار. اوكي، فهذه هي البروجكتس، والبروجكتس هذه انا بعملها ابديت. انا عندي هنا في كوربورا برضو، لو انت حابب تشتغل على كوربوس متعلقة بالقرآن الكريم، انه موجودة بعدة صيغ، تمام. وهاي الكورانيك كوربوس هذه في جامعة ليدز، انه كانوا شغالين بروجكت انه الكوربوس هذه يعني بهذا الشكل، عاملين لها انوتيشن وبارسينج بهذا الشكل. تبارك الذي بيده الملك، فهذه عبارة عن فيرب، وهذا عبارة عن ريلاتيف، وهكذا انه هذا فعل وهذا مجرور مضاف اليه، يعني بالاعراب، بالاضافة ل الـ part of speech tagging اللي حيوضح عندنا في هاي المحاضرة. فالـ projects هاي طبيعة الـ projects، فبدي اياك انه انت تشتغل في الـ project، ولما تطلع نتائج ساعتها بتقرر انه اوكي والله النتائج هذه كتير كويسة، انه يفضل انه انا انشرها، وانا بكون معاك يعني في هذا الاطار. لكن مشروع اي كلام لا، ما بعديش انا عندي اي مشروع كلام. لازم انه انت تشتغل اشي يكون انه يعني مشروع ان صح التعبير. اوكي، فهيك توزيعة العلامات. فاذا في حدا عنده تعليق او فيدباك على هذا الموضوع، متفقين؟ Hello everyone. تمام دكتور. معك دكتور. متفقون إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي. طيب. نرجع ل لوين؟ خلاص هيك إحنا بنكون خلصنا الـ outline، عرفت إحنا إيش بدنا ناخد وإيش المطلوب منا. بدنا نبدأ في أول topic اللي هو introduction to natural language processing. أوكي، فحنبدأ بهاي السلايد. اوكي طيب، ايش الاوتلاين اللي يعني الناتشرال ان انترودكشن للناتشرال لانجويج بروسيسنج؟ هذه بس مجرد انترودكشن بسيطه جدا جدا جدا. في الاوتلاين احنا حنحكي على ثلاث مواضيع، تمام. حنحكي على ايش ال NLP، تمام، هذا اول موضوع، تمام. وبعديها تاني موضوع حنحكي عن تطبيقات على Natural Language Processing، وبعديها حنشوف ليش ال NLP hard، ليش التاسك أو يعني ال Natural Language Processing صعب، حنشوف ليش. طيب، تعريف ال Natural Language Processing هي المعالجة الطبيعية، يعني معالجة اللغات الطبيعية تبعت البشر. لما أحكي Natural Language، الناتشورال لانجويج مقصود فيها اللغة الطبيعية اللي هي لغة البشر، اللغة اللي بيستخدمها البشر في التواصل مع بعض.
وببساطة شديدة جدا جدا من خلال الكمبيوتر يفهم هذه اللغة. فبالتالي انت بدك تتخيل حالك انه انت بدك انه يعني بالناتشورال لانجويج تقدر تتخاطب مع الكمبيوتر وتطلب منه شغلات معينة، وهذه الشغلات صارت ملموسة وموجودة حاليا. يعني انت ممكن انه تستخدم المساعد الرقمي عندك من جوجل او من ابل، سواء كان السيري او الجوجل اسيستنت، وتطلب منه تسأله تقول له بالله عليك دلني على أقرب مطعم بيتزا موجود. فبالتالي هو بروح بفهم أقرب، إنه بروح بدور في المحيط، تمام، وبروح بجيب لك أقرب واحد. وكذلك إنه بيفهم إنه أنت محتاج مطعم ونوع الفود تبعه بهذا الشكل. فبالتالي هاي الشغلة صارت إنه هي موجودة. فعشان الشغلة هذه تتم فعليا بدنا نفكفك الموضوع ل two task رئيسية، اللي هي natural language understanding و natural language generation. فبالتالي المدخل راح يكون في الكمبيوتر عبارة عن language، سواء كان نص، تمام، أو speech. يعني انت ممكن في جوجل تروح تبحث انه تسأله سؤال بسيط جدا، تقول له شو هي نتائج المباريات تبع الدوري كذا، بيجيب لك الإجابة على طول. مين هو رئيس كذا، بيجيب لك الإجابة على طول. ممكن تسأله مواقيت الصلاة، تمام، بروح يجيب لك إياها structured في جدول. وممكن نجرب هذا الكلام بشكل عملي بهذا الشكل، تمام. ممكن أسأله نتائج إيش في يا شباب دوريات دوري كرة قدم حاليا شغال. الإسباني شغال، الألماني شغال، الفرنسي شغال، معظمهم شغال. في له اسم ولا أكتب الأسود ده نتائج ليغا، الدوريات؟ لا ليغا مثلا، لا ليغا، الإيش؟ لا ليغا ال بالإنجليزي، الإي ليغا. ال اي ليجا ليك ليك إيه؟ اه هيك، لا في البحث طلع صح بالاي، ايوه الاي جي اي. اوكي طيب الاسباني اوكي، لا ليغا هو تعرف عليها، انه لما كتبت الاجابه السؤال كله بالعربي، فبالتالي انه جاب لي المعلومات هيك ستراكتشرد، فهم ايش انا بدي بالسؤال، انه هاي المباريات، هاي اذا بدك اخبار، تمام، وبجيب لي الترتيب. هذه ستراكتشرد انفورميشن بجيبها بهذا الشكل، تمام. ممكن تساله اسئله بنوع مختلف، تحكي له انه فبالتالي بيجيب لك الإجابة هنا زي ما أنت شايف هيك في structured كتابل زي هيك، تمام. ممكن برضو كذلك تسأله عن، خليني أسأله على شكل سبيش، فبالتالي إنه صلاة العشاء في غزة، فبالتالي هو فعليا انه حول التكست لسبيش، تمام، وراح جاب لي انه صلاة العشاء عمل عليها هايلايت انه هي بتقدم او بيقدم الساعة 7:52 دقيقة. فبالتالي انه هذا هو مفهوم انه انت بتدي انبوت للكمبيوتر بصور مختلفة، يا اما تكست يا اما عن طريق سبيش، وتيجي تطلب منه مثلا ايش هو اقرب مطعم، او ايش نتيجة مباراة كذا، او انه ممكن اسأله كم المسافة بين القمر والارض، بيجيب لك اياها structured بهذا الشكل. فبالتالي هنا انت لما تحكي على كم المسافة، انه بفهم انه انت بتبحث على distance، وتقول له بين انه على تو ان بتوين تو انتيتيز اللي هو القمر والارض، وبيجيب لك اياها
بهذا الشكل. فنرجع للسلايد هنا، هاي معنات انه natural language understanding، انه هو فهم ايش بده منك في السؤال، انه انت بدك مطعم، بدك مسافة، بدك شغلة مثل هيك. فهذه هي natural language understanding. الآن يفترض انه الكمبيوتر يبحث لك على الشيء اللي انت بتدور عليه ويطلع لك النتيجة، والنتيجة هنا بده يكون من خلال natural language generation. natural language generation بده يكون عبارة عن توليف للنص، يا اما بيطلع لك يا اما بشكل structured، يا اما بيألف لك جملة بيجي بحكي لك انه رئيس الولايات المتحدة هو عبارة عن فلان الفلاني، تمام؟ وعشان انه تكون الامور واضحة في natural language generation، فممكن انه انا اورجي لك مثال هنا، احكي لك انه بدي ادور فيه على اليوتيوب، انه يوتيوب اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أساعدك؟ مش عارف الصوت طالع عندكم، فأنتم لو أخذتوا هذا الفيديو أحط لكم إياه على الشات، أوكي. فبالتالي أنت هتشوف إيش معنات Natural Language Generation، لأنه أنت بتحكي بتعمل conversation مع المساعد الرقمي تبع جوجل، بتسأله السلام عليكم، فبروح بعمل لك وعليكم السلام كيف أساعدك. فبالتالي أنت ممكن تسأله كيف الحال؟ أنا بأفضل حال، شكرا. بسأله كيف الحال، فبالتالي أنه يعني بسأله أسئلة متعددة، يعني ممكن خلينا نعمل سيك هنا، أنه كيف الطقس اليوم، فبالتالي أنه بروح برجع لي، تمام؟ وهنا موعد صلاة وهنا بقرأ لي الإجابة، فبالتالي هذه عبارة كم تستغرق رحلة من القاهرة إلى فيينا، فبروح بقرأ لي الإجابة إنه هي بتستغرق مثلا خمس ساعات أو أربع ساعات بهذا الشكل. فهذه إنه أنا بعد ما أوجدت النتيجة بدي أعمل natural language generation. فهذه الجزئية الثانية، بعد ما الكمبيوتر يعمل understanding ونخلص عملية السيرش أو نعمل solve the problem أو نجيب الإجابة للسؤال، لأنه هذه تاسكات مختلفة. أنت إيش بدك؟ بدك questioning answering system ولا بدك information retrieval ولا إيش بالضبط؟ بعد ما أخلص هاي الشغلة بروح برجع مرة تانية بدي أعمل generation للإجابة، تمام؟ ف NLU NLG بتصور إنه هي الـ input والـ output أنا عندي للكمبيوتر، أوكي؟ ايش التاسك اللي موجودة عندي؟ طبعا في عندي عدة تاسك، والتكست كلاسيفيكيشن هي التاسك التقليدية اللي موجودة من زمان، انه انا بدي اعمل تصنيف لنصوص، انه حسب تصنيفات معينة، هذا النص بيحكي عن الرياضة، هذا النص بيحكي عن الاقتصاد وهكذا. هنا عندي ماشين ترانسليشن، ماشين ترانسليشن مقصود بها الترجمة الآلية، هذه الرموز انت لازم تكون فاميليار معها. لما احكي لك تي سي خلاص انه تكست كلاسيفيكيشن، لما احكي لك ام تي خلاص تفهم انه هي ماشين ترانسليشن، لانه استخدام هذه الابريفيشن عندها في ال ام بي انه الشغله كثير كومون. فلما احكي لك انه هذه اي ار تاسك، فبالتالي خلاص على طول انه انت بتستوعب انه هاي انفورميشن ريتريفر. الماشين ترانسليشن الترجمة الآلية زي ترجمة جوجل، حنشوفها بعد شوية. الـ Information Extraction هي عبارة عن استخراج معلومات Structured من Unstructured Text، تمام؟ الـ Information Retrieval استرجاع معلومات معينة، يعني بتقدر تعتبرها أنه هي زي Search. الـ Text Summarization أو TS هي عبارة عن تلخيص للنصوص، والـ Tagging سواء كان Part of Speech Tagging أو Named Entity Recognition. اللانجوج موديلنج او ال ام هذه بستخدمها لنمذجة اللغة،
وبتستخدم في تطبيقات عادية، وانت شايف هنا نقط 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 لأنه في تاسك عديدة غيرها كتير، بس أنا بحكي لك إنه إيش هي التاسك الشائعة. طبعا هنا مجرد مقدمة، فبدي أدي لك فكرة على بعض التاسك اللي موجودة هنا، تمام؟ مش كلها، بدي أدي لك فكرة على بعض التاسك. يعني على سبيل المثال التاجينج هنشوف ايش هو، تمام؟ الماشين ترانسليشن هنشوف ايش هو، وهكذا، تمام؟ لكن قبل هاي الشغلة خلينا نحكي عن الليفل اوف لينجويستيك نوليدج، تمام؟ اللينجويستيك نوليدج انه يكون انت في عندك معرفة باللغويات اللي انت عندك فيها عدة مستويات. طبعا هذا المستوى انه يعني بيكون باتجاه انه شالور، انه معرفة ضحلة ان صح التعبير، وهنا معرفة عميقة، تمام؟ زي ايش مثلا؟ المعرفة الضحلة انه اول مستوى انه انت تقدر تميز انه هذا عبارة عن speech او text، هذا هل هو عبارة عن صوت ولا نصوص؟ طيب ماشي، انه اذا كان سبيش بتطلب هذا الكلام انه يكون في عندك معرفه بعلم الصوتيات في الفونولوجي او الفونيتكس، لانه احنا في السبيش هنا بنتعاملش باحرف، انا بتعامل مع مقاطع صوتيه. يعني على سبيل المثال انه انا بجيش اقول والله افتح الباب هي عباره عن الف فا تاء حاء وهكذا، لا، انا هي عباره عن مقاطع صوتيه، اصوات، افتح زي هيك، تمام؟ ديبارتمنت، ديبارتمنت انا بجيش اقول دي اي بي اي بي الى اخره من هذا الكلام، لا، انا باجي بحكي دي بارتمنت، دي وبارتمنت بهذا الشكل، انه عده مقاطع صوتيه، فبالتالي يتم تقسيم الكلمه نفسها لعدة مقاطع صوتية أو أصوات، تمام؟ وهذا يعني بدخل في علم الصوتيات، وهذا في حد ذاته أنه تخصص لوحده. هذا الكلام لو كان سبيش، أما لو كان تكست بتطلب منك أنه أنت يكون في عندك معرفة بالأورثوغرافي، بالإملاء، تمام؟ أنه طريقة كتابة الكلمات، كيف تكتب كلمة ديمقراطية؟ طبعا هذه الكتابة الصحيحة لكلمة ديمقراطية، تمام؟ الآن في ممكن حدا يشطب الواو، فبالتالي إنه الأورثوغرافي هو المعرفة الإملائية إنه أنت كيف بتم كتابة الكلمات، تمام؟ لأنه أنا في عندي صياغ مختلفة، إنه التاء مربوطة مرات إنه هي بتنحط تاء، وهذا بيتطلب إلها نورماليزيشن إلى آخره من هاي الشغلات، تمام؟ الآن بدي أدخل إلى مستوى أعمق، بدي يكون في عندي معرفة بالمورفولوجي، التصريفات. التصريفات، أنا عندي تصريف الكلمة من الناحية الإعرابية، إنه الكلمة هذه عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به، يعني وغير ذلك، إنه هي بتخضع لنظام الأوزان عندنا، يعني في اللغة العربية بتخضع لنظام الأوزان، يعني المورفولوجي إنه يعني انا بيكون في انا عندي روت جذر للكلمه، تمام؟ وبيتفرع منه عده تفريعات او تصريفات، لعب، يلعب، ملعب، لاعب، كل هاي الشغلات، تمام؟ وفي انا عندي الليكسيم، الليكسيمز اللي هي المفردات انا عندي في المعجم، فبالتالي هذه التصريفات وهذه المفردات اللي موجوده في المعجم. هيك احنا بدانا ندخل في شغلات اعمق. السينتاكس اللي هو تركيب الجمل، تمام؟ أو الأعراب بطريقة، يعني خلينا نحكي النحو تبع الكلمات أو النحو تبع اللغة، يعني آسف. فبالتالي النحو إنه ده يعني الجملة، شو تركيب الجمل؟ إنه إحنا في العربية عندنا إنه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، أو ممكن تكون فعل وفاعل ومفعول به وهكذا، تمام؟ فبالتالي انت شو السينتاكس، يعني السينتاكس تبع الجمله هذه صحيح ولا لا، النحو تبعها صحيح ولا لا، تمام؟ ممكن الجمله هذه بتكون من ناحيه اورثوغرافي
ممتازة، ما فيش فيها أخطاء، ولكن من ناحية سينتاكس فيها أخطاء. أوكي تمام، ندخل في معنى أعمق، تمام، اللي هو موضوع السيمانتكس، المعاني. فبالتالي إنه ندخل هنا في معنى الجملة أو الكلمة أو التحوي، يعني معنى السياق كله بالكامل. فبالتالي بده يكون في عنا معرفة بالمرادفات و يعني الكلمة وضدها وكل الأمور هذه، بحيث إنه أنا أقدر أميز السيمانتكس اللي موجودة أنا عندي هنا، تمام؟ وبعديها ممكن أصل لمستوى أعمق اللي هي زي البراغماتكس والديسكورس أناليسيس. في الديسكورس أناليسيس بصير إنه أنا أحاول مثلاً على سبيل المثال من ناحية لغوية، إنه من ناحية لغوية عفواً، إنه على سبيل المثال كيف بيتم تناول أسبانيا في الإعلام البريطاني، يعني شغلة زي هيك يعني. فبالتالي إنه يعني الطريقة اللي بيتم التحدث فيها عن إسبانيا في الإعلام البريطاني، هذا بنسميه إنه discourse analysis، شغلة عميقة في اللغة بتطلب تحليل لغوي، وممكن تكون بشكل يعني تستخدم فيها الكمبيوتيشنال لينغويستكس عشان تحل مشاكل زي هيك. فهاي فكرة عامة عن إنه إيش هي مستويات المعرفة باللينغويستكس. الآن نروح للشغلة الأولى، التاجينج. التاجينج أنا في عندي شغلتين، اللي هو البارت أوف سبيش تاجينج، وفي عندي نيمد إنتيتي ريكوجنيشن. البارت أوف سبيش تاجينج إنه أنا بدي كل كلمة أنا عندي في الجملة بدي أروح أحط وراها سلاش زي هيك، وأحط إنه هي إيش يعني، هي عبارة عن إيش من أجزاء الكلام، إيش هي أقسام الكلام، اللي هو أنا عندي noun و verb و preposition، تمام، وهكذا. طبعا هذه الشغلات بتكون مهمة جدا جدا عشان الكمبيوتر يقدر يعمل يعمل understanding للتكست. لازم يكون الكمبيوتر عنده القدرة انه يعرف انه هذه عبارة عن verb، هذه عبارة عن proposition، انا بسأل على مسافة، انا بسأل عن named entity زي هيك، تمام. اما named entity كل كلمة انه بروح بحدد انه هذه عبارة عن مثلا انه اسم مكان، هذه عبارة عن person، هذه عبارة عن كذا، وهذا الكلام هي موضح انا عندي هنا. فالبارت اوف سبيش انه انا عندي هنا dt اللي هو determinant، تمام، اللي هو هذا الverb to be، وهذا determinant برضو كذلك، تمام، وهذا عبارة عن adjective، وهذا عبارة عن noun، وهكذا، تمام. هذه الكلمات والمورفولوجي تبعها اللي هي التصريفات تبعها، انه هذه انه عبارة عن انه في زمن المضارع، تمام. هذا بالنسبة للpart of speech. السينتاكس انه انا بحكي انه اللي هو النحو، زي ما حكيت انه انا عندي الجملة مبتدأ وخبر، وهنا او الجملة انه مكونة من noun phrase و verb phrase، NB و VB، تمام. فالverb phrase برضو مهيو مقسم انه في له اجزاء زي هيك، فبالتالي انه يفترض انه يحلل الجملة ويقسمها بالتقسيمات على شجرة الاعراب. هي فعليا احنا هيك بنسميها شجرة الإعراب. فبالتالي السينتاكس هذا النحو، تمام، بده يكون الكمبيوتر برضو يقدر يعرف النحو عشان يفهم الكلمة عن إيش أنا بدور بالضبط، تمام. وفي أنا عندي هنا مستوى السيمانتيك والديسكورس، هيضيفنا المعلومات هذه، تمام، هيها هنا. والديسكورس discourse أنا عندي هنا الشاشة، إنه لازم يقدر يحدد إنه هذه الجملة هي عبارة عن contrast لهذه الجملة، يعني this is a simple sentence but it is an instructive one،
instructive one هذه عبارة عن contrast less symbol، فبالتالي هذا discourse analysis. هاي هيك احنا شفنا بشكل مبسط الشغلات الأساسية في مستويات اللغة. نيجي الآن للماشين ترانسليشن. في الماشين ترانسليشن، بس قبل ما أبدأ في الماشين ترانسليشن أو أستمر في الماشين ترانسليشن، إنه حابب أسمع منكم يعني لغاية الآن الأمور تمام؟ تمام دكتور. تمام. هذه أنا ممكن أسكرها عشان إنه تخفف عندي الضغط. طب دكتور احمد السجل، نعم، في امكانيه نكون مشروع مثلا نشتغله تشات بوت مثلا؟ عندنا موقع الجامعه وفي ناس بترد على الماسنجر بتاع الجامعه، فاي شيء نستفيد منه احنا ممكن نعمل تشات بوت للموقع الفيسبوك بتاع الجامعه في صفحه الجامعه. ممكن انت عندك هنا في المشاريع هنا، أنا حكيت إنه أنت عندك في قائمة من المشاريع المقترحة، في من ضمن القائمة هذه في عندك تشات بوت. تمام. هنا التشات بوت ما هو في له أنواع، لما نصله إحنا برضو بيكون يعني ممكن أنت يعني تعمله باستخدام الريج إكس، أو ممكن تستخدمه يعني إنه تعمله رول بيست. تمام. وممكن تستخدم الديب ليرنينج، انه فبالتالي انه الانبوت بيكون عباره عن سيكونس والاوتبوت برضو عباره عن سيكونس. وخلي بالكم المشاريع لازم انه انا اوافق عليها، فعشان هيك انه انت في عندك هنا في التسليم هنا الفاينل بروجكت انت بدك تسلمه، واتفقنا انه انت بدك تسلمه على شكل بايثون نوت بوك، لكن هنا اختيارك لازم انه انت تكتب لي على الاقل نصف صفحة تقول لي انه انا في المشروع هذا اخترت التاسك الفلانية وحامل 1 2 3. هذا يعني انا لازم اوافق عن المشروع عشان انه ما تتورطش انه انت مثلا تيجي في نهاية الفصل انه انت تيجي تقول انا والله ما قدرتش، يعني اخترت مشروع ما قدرتش انجزيه، او انه انت تروح تشتغل لي يعني تعمل لي مشروع مش كتير ريليتد عنا في الكورس، او تشتغل مشروع شوية نايف يعني مش بالمستوى المطلوب انه يكون ككورس ماستر. فعشان هيك يعني شغلة اساسية انه انت لازم تسلم الفكرة تبعتك في الاول، تمام، وافق عليها انا، وبعديها انه انت بتبدأ تشتغل في المشروع. يعني انتم ممكن تختاروا مشاريع من الان وتسلموا لي الافكار، وممكن انا اراجع لكم اكثر من مره اقول لك يعني انه سلمت الفكره الاولى، لا مش ظابطه الفكره الثانيه، لا اعدل فيها شويه وهكذا. فبالتالي انت بتكسب وقت ما تستناش لغايه اخر الفصل. تمام. الله يعافيك. في حدا ثاني عنده اي سؤال واستفسار في النقاط اللي انا بحكيها او اشرحها؟ شوفوا يا جماعة، أنا في الحقيقة يعني إنه ما بحب بالمرة إنه يكون أنا عندي المحاضرة باتجاه واحد، فبالتالي دائما خدوا أعطوا معايا، يعني إنه احكوا لي إنه أوكي واضح الأمور مش واضح الأمور، إلا إذا أنتوا يعني قاعدين عندي يعني أونلاين بس مش معايا خالص. موجودين يا دكتور. شكرا. معايا دكتور. معايا. هو معاك يا دكتور، كل المشاريع كل المواضيع اللي بنشرح اخذناها في مادة سابقة، فيعني حتى ان الامور واضحة بالنسبة لنا. تمام. طيب اوكي. طيب الماشين ترانسليشن هي عبارة عن سب فيلد من الكمبيوتيشنال لينغويستكس،
بتوظف فيه سوفت وير معين عشان يعمل تحويل ترانسليت للتكست او سبيش from one language to another. وفينا عندي في اسلوبين statistical machine translation و neural machine translation. هذا تشبع فيه الابحاث يعني تمام، فاحنا بنركز على neural machine translation. وكتير موديلز يعني انه يعني مؤخرا من 4 أو 5 سنوات جوجل عملت سويتش على النيورال ماشين ترانسليشن بعد ما بنت الموديل تبعها، كانت سابقا انه تشتغل على نظام الستاتستيكال. ومفهوم الماشين ترانسليشن انه معروف بالنسبه لكم انه من ناحيه الترجمه، اوكي؟ فبالتالي انت كيف ممكن تبني سيستم زي هيك؟ برضه هذا احنا حناخده، تمام؟ هذا بتطلب انه يكون في عندك نوع خاص من الكوربس. الكوربس ببساطة هذا المصطلح حيتكرر معنا كثير. المصطلح كوربس يعني هي كلمة لاتينية بتعني جسد، فبالتالي انت عفوا بدك تمثل لغة معينة، فبالتالي انه لازم تمثلها بكوربس، او يعني خلينا اقول لك انه تكتشوال داتا، مجموعة البيانات اللي بتمثل لغة معينة، فبالتالي عشان هيك بنسميها كوربس. هذا جسد اللغة. والكوربوس هذه انه ممكن تعتبرها انه عينة او تمثيلية، او ممكن تعتبرها انه كل النصوص تبعت اللغة، تمام؟ فالكوربوس معناها تكست داتا. عشان تقدر تبني سيستم زي هيك بتطلب انه يكون في عندك النص، هيو زي ما انت شايف بالفرنسي وهنا بالنيذرلندي، تمام، الهولندية. فبالتالي انه هي النص زي هيك، طبعا هذا النص هيو هنا بالانجليزي، اوكي، هذا انجليش، هذا فرنسي، تمام، وهذا هولندي. فبالتالي هدول الكلم، هدول الجمل كلها الثلاثة انه نفس الجملة، ولكن هي عبارة عن ترجمات لبعضها البعض. عشان هيك احنا بنسميها parallel corpus. ليش parallel؟ انه انت بيكون عندك في يعني بالتوازي، انت عندك هذه الجملة بلغة وقبالها جملة بلغة ثانية وهكذا، تمام؟ الـ Information Extraction هذه التاسك هي عبارة عن استخراج الـ Structured Information من Unstructured Text Document. يعني على سبيل المثال نيجي نقرأ هذا النص مع بعض. The 10th degree is a full service advertising agency. تابعين معايا، تمام؟ specializing in direct and indirect active marketing located in Irvine, California أو CA. فبالتالي هنا يعني في عندي كوما، و 10th degree is looking for an assistant accountant manager إلى آخره. فبالتالي إنه أنا من هذا الفري تكست أو الانستركشرد تكست بدي أطلع تيبل، أو بدي أطلع structured information. إنه أنا عندي الاندستري هي عبارة عن advertising. ليش؟ لأنه هنا 10th degree is a full service advertising agency، فهو فهم انه هذه عبارة عن شركة بتشتغل في مجال الاعلانات. ايش البوزيشن المطروح؟ هيو assistant accountant manager. من وين جابوا؟ جابوا هيو من هنا، تمام؟ بده يكون في عندك software بيقدر انه يحلل هذا التكست ويستخرج هاي المعلومات بشكل structure، بشكل table، وتحطه في الداتابيز. عشان هيك انه بيكون انت عندك يعني على سبيل المثال داتابيز من الوظائف انت اصلا جمعتها من اعلانات وظائف موجوده في الجرائد او ارتكلز موجوده على الانترنت. اللوكيشن وين مكان العمل؟ هيو جابوا من هنا، هيو لوكيتد ان. لاحظ انه هو بيقدر يفهم هذه الكلمات، بعمل اندرستاندينج لا انه لوكيتد ان، انه هذه عباره عن نيمد انتيتي، هذا عباره عن اسم مكان، وهي اسم الكمباني. والسالري جابه من وين؟ جابه اللي هو من كلمة الكومبنسيشن. الكومبنسيشن هو التعويض أو البدل، فبالتالي إنه بدل الوظيفة هذه بتراوح من 50,000 ل 80,000 سنويا، طبعا بهذا الكلام يعني هذا الإشي سنويا. فبالتالي هذه الانفورميشن بيجيب لك إياها مجدولة زي هيك، زي ما أنت بتجيب نتائج مباريات أو بتجيب
مواقيت الصلاة أو بتجيب شغلات يعني structured information تبحث عنها، هذا information extraction. الـ text summarization، أنت عندك document طويل وهذه التاسك احنا بنقوم فيها، انت بتيجي يعني عندك مستند وبتيجي بتلخصه، بتروح بتعمل هايلايت بالقلم الاصفر لمعلومات محدده، انه انت يعني هذه بتشكل يعني ملخص المقال. فبالتالي هذه الجمل اللي هايلايتد زي ما انت شايف، هاي وهاي 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 وهاي، بدي اخذهم هنا تمام و أحطهم في هذا الدوكيمنت. التاسك هذه كيف تشتغل ببساطة؟ التاسك هذه بتشتغل إنه أنا عندي الجمل، بروح بقسمها، هاي الجملة سنتنس 0 تمام، وهي سنتنس 2 عفوا 1، وهذه سنتنس 2 إلى آخره. وبصير التاسك إنه أنا لكل سنتنس الألجوريثم راح يديها سكور، فبالتالي سنتنس 0 هيقول إنه 0.7، سنتنس 1.6 على سبيل المثال، سنتنس 2.1. فبالتالي انا بروح بحط كت اوف او ثريشولد، اقول انه والله انا بدي الجمل اللي فوق ال 0.5، فبالتالي هذه حيشطبها، هذه حياخذها، هذه حياخذها. فبالتالي انه بعمل سكور لكل سنتنس، وبالتالي انه انا باخذها في السمري تبعي، والجمل اللي سكورها اقل انه ما باخذها بهذا الشكل. هو الفكره في الموضوع انه انت تتعرف على التاسك هذه عشان تقدر انه انت تتخيل انه في النهايه كل الـ NLP هي عباره عن ماشين ليرنينج، انه انت تحدد ايش الانبوت وتحدد ايش الاوتبوت. هنا الانبوت عباره عن سنتنس والاوتبوت عباره عن سكور. لو قدرت انه انت تصيغها، تعمل فورميليشن لهاي البروبلم على شكل ماشين ليرنينج بروبلم، ف يعني فخلاص انه يعني البروبلم سولفد. الانفورميشن اكستراكشن، انه انا بدي استخرج تمام معلومات ستراكشرد من داتابيز، زي المثال اللي احنا شفناه، يعني انه انا بدي اجي يعني ممكن هذه مثال قريب إلها، إنه كم المسافة بين الأرض والقمر، إنه أنا رحت استخرجت هذه المعلومة أنا عندي من الداتابيز تبعتي. للتشات بوتس مستخدمة في تطبيقات عديدة، بيحتوي على تكست أندرستاندينج وتكست جنريشن. هاي الشغلة لو فهمناها أوكي يعني، فبالتالي الانبوت عبارة عن سيكونس أوف تكست، وهنا الأوتبوت عبارة عن سيكونس أوف تكست تمام. فبالتالي انه ممكن انه انت تستخدمه عشان يدفع لك فاتورة كذا، او يحجز لك كذا، او تسأله عن بضاعة او منتجات معينة. والتطبيقات تبعته عديدة، وفي فعلا انه شركات عديدة بتستخدم التشات بوت في الهيلب ديسك. طيب اخر جزئية، بعد ما تعرفنا على بعض التاسك، بدنا ناخد انه ليش الـ NLP hard، ليش صعبة الامور. ففي حدا ممكن يحكي لي انه ليش في يعني ليش الـ NLP تعتبر هارد او صعبة؟ الـ language is dynamic، يعني مش ما بتقدر تحكمها بقواعد وقوانين، يعني مش كل الناس بتكلموا باللهجة ولا في عربية فصحى، مثلا واحد لبناني وواحد مصري عنده الكلمات بتختلف من بلد لبلد، فبتكون مش بسيطة موضوع انك تحلل ايش اللي بحكيه. اوكي يعني بالاضافه يا دكتور، بالاضافه انه في كلمات مثلا هي نفس النص ولكن تختلف في المعنى، زي كلمه ذهب مثلا في لها عده معاني. هيك تمام احمد. دكتور، بعتقد انه انت الشخص اللي محتاج الخدمه اللي تتقدم من خلال مثلا تشات بوتس، انه هو مثلا بيقدم باللغه تبعته ومحتاج انه يستقبل من نفس اللغه، وانك تصل لهذه المرحله بعتقد انها تكون صعبه شويه، انه انت تفهم وتقدم له بنفس اللغه او بنفس الـ 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 يعني مستوى التفكير تبعه ومستوى اللغه تبعته. تمام. يعني خلينا نلخص الكلام اللي انتم بتحكوه، انه يعني انتم بتدخلوا في موضوع اللهجات،
انه كل واحد بحكي الكلمه هذه بشكل يعني بطريقه مختلفه او باكسنت مختلفه، خلينا نقول هاي الشغله. والشغله الثانيه انه في حدا حكى انه في اختلاف على مستوى السيمانتيك، يعني مثلا كلمه ذهب يعني نفس الاورثوغرافي نفس الكتابه ولكن السيمانتيك تبعها مختلف، انه ممكن تيجي جولد وممكن تيجي الفيرب ذهب او الفعل ذهب. فبالتالي انه يعني هاي انتو لخصوا الصعوبات هذه. وفي حدا حكى في الاول انه اللانجويج از دايناميك، يعني فيها حركه. هو شوف اللانجويج از دايناميك، ولكن موضوع الديناميكيه في اللغه معناته انه على سبيل المثال انه يعني قبل 10 سنوات او قبل 20 سنه كانت في مثلا فوكابلري مش مستخدم صار انه يستخدم، او فوكابلري كان يستخدم في سياق صار يستخدم في سياق تاني مختلف. وهذه يعني شغلة يعني على سبيل المثال انا ممكن اذكر لك انه في بعض المؤتمرات مركزة على موضوع الجندر بايس في التكست. ايش هو الجندر بايس؟ بيعرفه انه انت بتيجي بتحكي انه على سبيل المثال انه بروح بحدد لك من الاخطاء، لان يعني هو سابقا مش معتبر، يعني لا يعتبره انه خطا املائي، ولكن بيجي بحكي لك انه وقالت مثلا فلانه وقالت مثلا كيف الجملة أحكي لك إياها، إنه التايتل تبعها إنه هي مثلا رئيسة بلدية مش عارف أبصر إيش، تمام؟ فبالتالي إنه أنا بحكي رئيس بلدية كذا أو مدير مستشفى كذا، إنه قالت فلانة مدير مستشفى كذا، فبالتالي مدير إنه بحكي لك لا هذا جندر بايس، فبالتالي إنه لا هذا بدنا نعتبره خطأ إملائي وبدنا نصححه. هذا كلام سابقا انه ما كانش موجود يعني. فبالتالي انه ديناميكية اللغة انه هي كيف بتتغير، هذه شغلة. الشغلة الثانية انه على سبيل المثال انه فوكابلري معين بتلاقي انه يعني مفردة معينة ممكن تلاقي انه هو مستخدم سابقا في سياق بوزيتيف حلقيت صار بسياق نيجاتيف، يعني شغلات يعني مثل هيك. وهذه انه موجودة، يعني انه بتلاقي انه مثلا هذه اللفظة انه قبل 100 سنة كانت شغلة بوزيتيف هلقيت صارت شغلة نيجاتيف، يعني فهذه حيوية اللغة. هلقيت مش هو هذه النقاط فقط اللي انتم ذكرتوها اللي بتسبب انه الـ NLP hard. الـ NLP hard لعدة اسباب. اول حاجة الـ ambiguity، يعني هو بده يعمل understanding فممكن يسبب عنده لبس في فهم المعنى. والambiguity هذه موجودة في التكست، يعني أدي لك مثال ركز معي. At last أخيرا a computer that understands you like your mother. شو بتفهم من هاي الجملة؟ كم معنى بتفهم؟ مين يحكي لي معنى الكلمة هاي؟ شو بتعني؟ إيه هو بقول لك إنه هنا إنه الكمبيوتر هو بيفهمك مثلا زي أمك، ممكن هند هي لك أنت حاطتك تقريبا أربع تعريفات لها أو أربع 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 ثلاث معاني لها. طيب صحيح هاي صحيح فيها ambiguity، يعني بتحتمل الاحتمالات هذه. صحيح يعني الاحتمال الأول إنه الكمبيوتر صار يفهمك زي ما والدتك تفهمك بالضبط، صح؟ هذا المعنى الأول. طيب شو المعنى الثاني ممكن يكون؟ إنه بيفهمك وكمان بيفهم أمك في نفس الوقت. هذا المعنى الثالث، انك يعني انك تشبه او يعني تحب امك، يعني تشبه هي تحب هي بالضبط، انه في شبه بينك وبين والدتك، وفي او انه انت بتحب والدتك
تمام؟ هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث إنه بيفهمك وبيفهم والدتك. فبالتالي هذا هو الامبيجيتي. يعني إذا الجملة أصلاً هي في حد ذاتها بتحتمل أكثر من معنى، فبالتالي عشان هيك الأنا بي هارد. إحنا كبشر في عندنا consciousness أو وعي، وتقدر إنه أنت تحدد من السياق شو المقصود بهاي الجملة، لكن الكمبيوتر مع النيمد انتيتي ومع البارت اوف سبيتش تاجنج ومع كل التكنولوجي اللي موجوده معاه بيواجه صعوبه في حدد انه انت بتقصد المعنى رقم واحد، المعنى رقم اثنين، المعنى رقم ثلاثه. اوكي، فبالتالي انه هاي الفكره في موضوع الامبيجيتي. موضوع الامبيجيتي كذلك بيجيش على مستوى التكست، يعني انه زي هيك نص مكتوب، بيجي كذلك على مستوى الاكوستيك ليفل او النموذج او المستوى السمعي في السبيش ريكوجنيشن. تمام، وهذا الكلام انه احنا ممكن تكون موجوده عندنا. يعني انت بتيجي بتسمع انه بتسمع جمله، فبالتالي انت بتعتقد انه انت سمعت شغله، فبتكتشف انه انت سمعت غلط. تمام، وهنا أنا جايب لك مقاطع صوتية تشبه بعض كتير ولكن المعاني تبعتها مختلفة. I'm ate or duck. I made her duck. I made her duck. I'm ate her duck. I'm ate her duck. I'm ate her duck. أنت بتس، يعني أنت لو ما طلعت على الشاشة يمكن تعتقد ان انا بكرر الجملة هذه هاي مرة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة ست مرات، لكن في الحقيقة انه هي كل واحدة من الجمل هدول انه يعني جملة مختلفة، ولكن انه الاصوات تبعتها متشابهة، فبالتالي هذا ممكن يسبب ambiguity حتى في speech recognition، انه انت مثلا تحتاج انه للديجيتال اسيستنت تبعك انه على السيري او على كذا انه انت تكرر له الجمله عشان انه يقدر يفهم معك كتير، وتحدد مخارج الحروف كويس عشان انه يقدر يفهمك. هذا مستوى الامبيجيتي. يبقى شفنا مستوى الامبيجيتي في عده شغلات، من ناحيه انه المينينج، ومن ناحيه الاكوستيك، وهنا في برضه كذلك من ناحيه السيمانتيك. السيمانتيك معنى المفرده مش معنى الجمله. هذا المثال الاول اللي هنا هذا معنى الجملة بالكامل، لكن هنا هذا معنى المفردة. يعني على سبيل المثال كلمة مدر، شو يعني مدر؟ عرف لي مدر. ببساطة إنه المدر هي عبارة عن المرأة who has given a birth to a child. عفوا، صحيح، المدر الأم هي عبارة عن الإمرأة التي تلد طفل، فبالتالي الإمرأة هذه هي تعتبر أم لهذا الطفل. هذا التعريف الأول، هذه المفردة. شو التعريف الثاني؟ وهذا الكلام أنت يعني برضو بتشوفه، يعني إحنا في الحاسوب نيجي بنحكي إنه المذر بورد. إيش هي المذر بورد؟ هي اللوحة اللي بتلد، يعني أكيد طبعا لا. فبالتالي معنى المفردة تبعها حسب الدومين بيختلف. شوف لي كلمة مذر هنا في الميكروبيولوجي شو بتعني؟ هي عبارة عن stringy slimy substance. substance يعني مادة، slimy نحيفة كتير، وstringy انه مشكل على شكل سلاسل. تمام؟ consisting of a yeast cell، خلايا yeast and bacteria، تحتوي على البكتيريا، و بتم إضافتها لمركبات معينة عشان نعمل إنتاج للفينيجر أو للخل. فبالتالي هي مفهوم المذر في الميكروبيولوجي. تمام، فهذه إنه ambiguity على مستوى الورد ليفل، وزي ما ذكر سميلكم إنه كلمة ذهب وكلمة ذهب. تمام، هذا مثال تاني. هذه الجملة أنا أوكي مش ححذف لك إياها لأنه يعني هي بتلخبط شوية. هاي الجملة بدي إياك تقول لي إيش المعنى تبعها. I saw her duck with a telescope.
في المعاني المحتملة هنا، يعني هذا آخر مثال يعني. شفت البطة؟ دوك كان هي بطة، بس يعني تلسكوب في تلسكوب اكيد حي 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 حيخلي للدق شيء ثاني، يعني معنى ثاني، لانه مش مستحيل انك تشوف البطه بالتلسكوب مثلا. احنا بن يعني احنا ما بنحكيش على انه يعني يعني احنا ما بنحكيش انه الجمله انه في لها سنس او لا، يعني احنا اللي فهمناه انه انا شفت البطة بتاعتها بالتلسكوب، بس هاي اللي فهمناه. في شيء معنى تاني؟ نشرت، ممكن نشرت قصيت يعني. نشرت قصيت يعني قصيت البطة بالتلسكوب. طب في معنى ثالث؟ في الدق، الدق هنا اذا تلسكوب ما بقى بطلع على جوجل دق بيعطيك اياه جرم سماوي او او كوكب او حاجة زي هيك. لا 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 هذا مش على مستوى الكلمة، انه الدك انه بتحتمل اكثر من معنى، الجملة نفسها يعني زميلك حكى انه انت شفت البطة بالتلسكوب صحيح، وهذا معنى انه قد يكون صحيح انه البطة بعيدة وانت شفتها يعني بالتلسكوب، رحت وجهت عليها بالتلسكوب وشفتها. واحد زميلك حكى انه انا قصيت البطة او قطعت البطة بالتلسكوب، في احتمال ثالث؟ وين خبراء اللغة؟ محا التلسكوب وبطة. عيد عيد كمان مرة. رأيتها معها التلسكوب وبطة. إنه أنا شفت البطة مع التلسكوب، مع التلسكوب. يبقى الثلاث معاني اللي أنتوا حكيتوها، إنه المعنى الأول إنه أنا شفت البطة بالتلسكوب، المعنى الثاني انه انا شفت البطه او عفوا انا قطعت البطه بالتلسكوب، والمعنى الثالث انه انا شفت البطه مع تلسكوب. وممكن في معنى ثالث، ممكن انا شفتها بتمشي مسرعة بالتلسكوب. البطه بتمشي مسرعة بالتلسكوب، واحده بتمشي مسرعة الدك يعني، ممكن بهيك بدي هاري سوري. اوكي يعني انت شو يعني شفت الشخص هذا مسرعا، شفته بالتلسكوب، شفته مسرعا بالتلسكوب. تمام. هذا يعني ملخص الموضوع، انه الامبيجوتي هي سبب انه الان ال بي هارد، يعني هذه اكثر معضله في الان ال بي على عده مستويات، على مستوى المينينج، على مستوى السيمانتيك، على مستوى يعني الورد ليفل مينينج. فكتير يعني انه هذه اكثر مشكله في الناتشرال لانجويج بروسيسنج. وهيك احنا بنكون يعني تقريبا يعني عندنا هيك فكره مبسطه عن ناتشرال لانجويج بروسيسنج، ايش التاسك اللي موجوده مختلفه. والمحاضرة الجاية انه احنا بنبدأ في باقي المواضيع تباعا. بضل انه اذا انتم في عندكم اي سؤال او استفسار عن التاسك اللي موجودة هنا، او عن اي شغلة من الشغلات المتعلقة بالكورس. تفضل. تمام. بعد إذنك دكتور، السؤال صغير. المحاضرات يعني بعد أحيان بكون عندنا النت شوية ضعيف، ممكن بقطع الصوت أو شيء زي هيك، فمش عارف يعني إذا حضرتك بتسجل المحاضرات إذا كانت حتكون لايف يعني مسجلة. هي محاضرة يعني لايف ولكن مسجلة، عشان إنه إذا في شوية تقطيع شغلة زي هيك إنه أنت ممكن تحضرها براحتك بدون اي تقطيع او اي شغله من هذه الشغلات. واللقاء هذا مسجل كذلك يعني، ما تقلق ان شاء الله. تمام. شكرا لك. العفو. عبد الله.
إيه كنت بدي أحكي إذا في إمكانية إنه مثلا زي مثلا باقي المحاضرات إنه اللقاءات تكون مسجلة وإحنا بنحضرها، وفي مناقشة مثلا لقاء واحد إنه يكون زي ديسكشن للإشي اللي حضرناه، إذا حسب هذا اللي يعني بيرجع يعني للمدرس المادة والطلاب إيش بيشوف إيش بيرتاحوا. ايش رايكم يا شباب انه بتحبوا انه يعني انا اسجل وانزل محاضرات وانه وانتم يعني انه تكون الشغله وان واي، ويعني بعد يعني وتكون المحاضره اللايف للنقاش بس، ولا بتفضلوا الحضور المحاضره لايف وانه تكون مسجله في نفس الوقت؟ أنا بفضل زي ما عملنا اليوم يعني لايف ومع تسجيل المحاضرة. بس بضل بالنسبة لنا دكتور المواعيد، يعني هيك بالنسبة للشباب، يعني الموعد هذا بيكون منيح للكل ولا كيف؟ يعني بس أنا بالنسبة لي أي يوم خلال الأسبوع الساعة الثامنة مناسب لإلي، هيك بكون الوضع هادي، وإنه يعني خلال النهار مش ممكن أكيد طبعا، وعدا إنه أنتم بتكونوا مشغولين، فخلال المساء أي يوم بتكون سبتوا الخميس بنسبتوا، بتكون سبتوا الأربعاء بنسبتوا، ف as you wish as you want. تمام دكتور. طب في إمكانية إذا ممكن تعطينا في بعض الأوقات محاضرتين في الأسبوع، بحيث إنه إذا في شباب ممكن يلتزموا معك حابين يحضروا محاضرة بمحاضرتها، في شباب مثلا كل أسبوعين ممكن يجوا بس كساعة فقط معك إنهم بس ديسكشن عن المحاضرات اللي حضروها أوفلاين، يعني ممكن شباب إنهم يرتاحوا معك أونلاين وفي شباب خلاص براحتهم ياخدوا أوفلاين. أنت بدك محاضرتين في الأسبوع، إنه واحدة للديسكشن وواحدة للمحاضرة اللايف يعني؟ لا يعني كل اسبوعين محاضرة ديسكشن ممكن، خلينا نقول، وخلي المحاضرة العادية زي ما هي طالما انها بتتسجل المحاضرة وبترتفع، يعني الطلبة اللي بيقدروش يحضرون ممكن انهم يشاهدوها ويجوا في محاضرة ديسكشن ويخشوا في نقاش. أوكي، ما في معنى، يعني ممكن إنه يعني يكون كل أسبوعين مناسب إنه يكون في عنا ديسكشن. أوكي يعني، بس ما سمعت بقية أصواتكم بخصوص إنه بدكم محاضرات أوفلاين ولا بدكم إنه محاضرات حية. يعني خلينا نعمل تصويت على هذا الكلام، التصويت نعمله فوت إنه بدنا نعتبر إنه رقم واحد هو محاضرة حية مع التسجيل، رقم اثنين محاضرات أوفلاين وكل أسبوعين بيكون ديسكشن مباشر، فهي رقم واحد ورقم اثنين. فأنت اكتب لي على الشات إيش البريفرنس تبعك، واحد أو اثنين. كمان مرة هاي بدي أحكي لك، أكتب لك إياها دكتور عشان يكون عندك على الشاشة واضح. ثواني بس، بس بخليك معايا ثواني بس. رقم واحد محاضرة مباشرة زائد تسجيل، رقم اثنين محاضرة مسجلة هي أوفلاين زائد نقاش حي كل أسبوعين. اتفضل، مين بده يحكي؟ انا كان قصدي خيار رقم ثلاثة، انه يكون موضوع الشباب اللي حابين يلتزموا بمحاضرة، وممكن انت على اساس انه الشباب اللي ما بتقدر تلتزم تعمل لهم كل اسبوعين نقاش، يعني اذا في امكانية. يعني حيكون يعني في عندك ثلاث خيارات، موضوع انه الاثنين يكونوا متوفرات، الخيارين الاولانيات يكونوا متوفرات وفي نقاش في نهاية الاسبوع اذا في امكانية. يعني يعني إنه أنت بدك رقم ثلاثة إنه يكون في جلسة نقاش كل أسبوعين، إنه هيك أمشي التعب على الدكتور. هيك أنت بدك إياها، إنه يعني هذه إنه إذا إحنا اتجهنا باتجاه المحاضرة المسجلة فبالتالي خلاص إحنا مش محتاجين الخيار هذا. هذا الخيار بزبط إنه إذا كان في عنا يعني محاضرة مباشرة وتسجيل
تمام، ساعتها انه ممكن يكون في عندنا جلسة نقاش كل اسبوعين. انا بقول انه في جلسة النقاش ممكن المحاضرة الحية اول مثلا نص ساعة فيها او اول ربع ساعة فيها، ممكن انه انت بتكون حضرت المحاضرات السابقة وبتيجي في اول المحاضرة بتيجي بتطرح التساؤلات تبعتك يعني، وبعديها بنبدأ في المحاضرة تبعتنا. جميل جدا هيك، فاحنا فعليا مش محتاجين ثلاث خيارات. فيا ريت تصوتوا على الخيارين هدول يا شباب، احنا 10 حاضرين عندنا يعني، انتوا 9 يعني، فبالتالي وين بقية التصويت يعني، وين بقية الشباب يصوتوا؟ بفكروا يا دكتور. طيب هاي 2، هاي 1 2 3 مقابل 1 2 3 4 5 5 2 مقابل 5، والمفروض انه التصويتات تكون يعني 2 و5 7 ضايل 2. مين مش مصوت كمان؟ محايد. خلص انهزموا دكتور، فش ما فيش قيمه كيف؟ خلص انهزموا، حسمت النتيجه، انهزمت هيك هيك يعني. الاثنين هذاك مش حيحدثوا فرق يعني؟ ايوه خلص اثنين. لا لا صرت 8 8 8 هذول. استنى هاي 1 2 3 4 5 خلص تمام، 5 مقابل يعني ثلاثة، انه احنا 9 يعني، حتى لو كانوا هدلاك شو اسمه خلاص انحزمت النتيجة. أوه. اوكي طيب هذا خلاص، بلاش الخميس لانه الخميس الواحد بقعد مع العيلة وكذا. طيب يعني يوم الاربعاء الساعة 8 مناسب؟ خلاص تمام. في حدا عنده اعتراض على يوم الاربعاء الساعة 8؟ اللي عنده اعتراض هو اللي يكتب او يفتح المايك ويحكي. ما في حدا عنده اعتراض، وبننهي الجلسة على هذا الاساس، وبتمنى انه الكورس يكون مفيد لكم وتكون المحاضرة اليوم انه واضحة بالنسبة لكم، وشكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك دكتور، شكرا يا دكتور، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، شكرا كثير دكتور، ويعطيك ألف عافية رب. الله يعافيك يا رب، حياكم الله، تحياتي، مع السلامة. السلام عليكم.